تورني كامل. انا عملت ديجا في سليانا، عملت في صفاقس، في دوز، توا وصلنا لتونس، حالو نجمو نطوروا فيه. افيك كولابوراسيون مع جماعه اصحابي يعني دي يوتيوبر انفلونسور يعاونوني يجوا معايا. الفكره يعني بدات صغيره وحاولنا كبرناها وصلنا توا الحمد لله مع معرض الشرقيه لنا. تحيه للجماعه تصيب خاطر عاونونا برشا معناها في كيفاش راك على ليفينمون ديالكم، ونحاولوا ديما نمشيو نكبروا فيه يعني باش هذه التورنوا نتاع فري فاير صاروا قبل ليفينمون قبل هذايا اللي في تونس في سليانة في سيدي بلويس وفي صفاقس وفي دوز. هذايا كان أول ليفينمون لينا فري فاير، أول إكسبيرونس لينا مع بعضنا. ليفينمون هذايا قايم عليه أنا وحشيش لمينا الكوميونيتي نتاعنا، قلنا هذه فرصة باش نجربوا أول إكسبيرونس لينا باش نعملوا ليفينمون. برشا كلانات شاركت، برشا عباد حضرت، فما برشا جيفاويز تاع ليفينمونات هذوما. معناتها فكرة كفكرة حاجة باهية، معناتها سيرتو الفري فاير تو توندونس معناتها في العالم أجمع، مش كان في تونس، في المغرب العربي، في الشرق الأوسط، في كل بلدان العالم توندونس. وحاجة باهية أنه حشيش وكيما راهو ليكيب نتاعو يعملونا ايفينمونات كيما هذا في تونس. معناتها ككوميونيتي في فري فاير احنا كوميونيتي كبيرة برشا، وتوا أقوى لعبة عندنا في تونس اللي هي فري فاير. معناتها كأول مرة حاجة توب على الآخر، كأول مرة تصير في تونس مانيش مستانسين. وزيد هكا تشوف معناتها عندنا بوبليك كبير برشا، معناتها كفري فاير كوميونيتي احنا كبيرة برشا برشا. بالنسبة للايفينمون معناها تبارك الله حضروا برشا عباد في الكوميونيتي نتاع الفري فاير، لما حلوة على الآخر، برشا جو، برشا ضحك، فما منافسة كبيرة على الآخر ما بين الكلانات اللي شاركوا، ونقدم لهم تحية كبيرة على الآخر. وإن شاء الله كما قلت لك هذه جوست البداية، ومازالوا إن شاء الله باش نعملوا برشا حاجات أخرين إن شاء الله. وتحية كبيرة للكوميونيتي نتاع فري فاير الكل. أنا والله اليوم انفيتي من عند حشيش وكاميرا على خاطرني انفلونسور. ايفينمون كانت منظمة على الآخر ما فيها حتى شيء غلط، بالطبيعة في المستقبل باش نكون نصلحوا في برشا حوايج وكل. شوف بصفة عامة الفري فاير هي جيم تاع موبيل مجهولة على التليفون، أما فما برشا عباد منهم أنا نلعب في الفري فاير على البي سي، نستعمل ايميلاتور يعوض لي التليفون. أما قانونيا اللي تورنوا تاع فري فاير عالميا معناها لازمها تكون بالموبايل، على باس هي معناها جو موبيل فهمتني. أما علاش لي سون إن شاء الله المرة الجاية نجمو نعملوا تورنوا لجميع التليفون ولجميع البي سي. أنا ما عملتش أنا ديما في ايكيب، كل مرة نتنقل في ايكيب نمشي نعمل الجو ونخرج. لا الحقيقة نتاع ربي الله ما عملتش معناتها ايكيب، ما عندي حد أنا معناتها تحتي ولا حاجة باش نكون شيك ولا نعلم ولا باش نوريه ولا حكاية. لا زي ديما زي لازم تقول معناها حاجة باهية على الآخر إنه تظهر فري فاير ك حاجه نتاع جيمنج في تونس، خاطر فما برشا عباد يقول لك ليه مش تبع الجيمنج، جست جو على التليفون، شنو هذايا. نحب نستدعي الناس الكل باش يجيو يعملوا طلع اللي زي اللي كيما هكايا باش ياخذوا فكره على فما كوميونيتي نتاع فري فاير، فما عباد تلعب مغرومه باللعبه هذايا، كوميونيتي قويه على الاخر كيما الكوميونيتي نتاع لي جو فيديو الكل. حاجات الباهيه انه مثال تكون لاعب وتستعملها هي كهوايه باش تطور منها، وكما احنا تو يوتيوبر وكل عباد تتبع فينا. فما الحاجه خايبه انك تولي مدمن عليها، تولي تلعب عليها، تلعب فيها يوميا وكل ساعات بعدك على القرايه نتاعك. اما انا الحمد لله متوازن مع القرايه ومع اللعبه نوازن روحي. باش نقول لك الناس الكل برو، لا معناتها فما البرو فما البي فما غبي. هي البارح تصفيت، علاش عملنا تصفيات احنا؟ خاطر تونس تو عملنا في دوز وعملنا في سليان وعملنا في البلايص الكل. تونس كبيره لازمنا نقسموها على نهارين، تو في سليان عملناها في نهار واحد، الكل عملناها في نهار واحد. في تونس خاطر فما برشا عباد، علاش قسمنا؟ شاو العباد الكل لعبت، عطينا فرصه للناس الكل. الناس الكل لعبت، اللي عنده معناتها ما يقول في روحه شيء. اليوم اللي باش يهزها ان شاء الله باش يدعم وحشيش، ان شاء الله يدعم وحشيش. وعلاش ليه ما يحلوش يوتيوب؟ خاطر هما سكواد اربعه، ما تنجموا تلاقوا بها اربعه شين يوتيوب كبيره يكبروها مع بعضهم، خاطر عندهم ما يقولوا في روح بطل تونس راهو شبيه.